الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ضمن فعاليات اليوم الثالث لدورة المدرسين الأولى الخاصة بالرياضيات، أستاذ صابر علي حسين مدرس الرياضيات في إعدادية الشعلة للبنين راح يقدم درس خاص بالنسب المثلثية الخاص بالصف الرابع العلمي. احنا بالنسبه لماده الصف الرابع عندنا الفصل الرابع هو عندنا موضوع النسب المثلثيه للزوايا الحاده وبعض العلاقات الاساسيه. هنا كلامنا راح يكون على المثلث القائم الزاويه، المثلث القائم الزاويه اللي هو راح يكون بهذا الترتيب: مثلث قائم الزاويه، لنفرض عندنا مثلث اي B, C. طبعاً المثلث هو قائم الزاوية في النقطة 1 B. إذن الزاوية القائمة هي النقطة، هي الزاوية B. هذا الزاوية القائمة. كل الضلع المقابل للزاوية القائمة يسمى وتر. الضلع المقابل للزاوية القائمة يسمى وتر. جيد. إذن هذه إذا كانت الزاوية القائمة فهي قياس 90 درجة. إذن الزاويتان الآخرتان اللي هما الـ A والـ C راح تكون زوايا حادة بالطبع. ليش؟ لأن مجموع قياسات الزاوية المثلث جد 180. فإذا كانت هذه 90، إذا مجموع ذني الأقريتين قد 90. فإذا كانت صارت ذني زوايا حادة، كلامنا راح يكون على ذني الزوايا الحادة. شلون نطلع نسب مثلثية لها؟ وشنو معنى نسب مثلثية؟ وشنو علاقاتها وقوانينها؟ بالنسبة للنسب المثلثية للزوايا عندنا ثلاثة نسب هنا يعطيها للفصل الرابع، ثم إن شاء الله من تصعد أولى لمرحلة الخامس يكمل الثلاثة البقية ويكون عندك ست نسب. النسبة الأولى هي ساين الزاوية، وعندنا كوساين الزاوية وتان الزاوية. طبعا بالنسبة للساين باللغة العربية يطلق عليه هو الجيم، والكوساين هو الجيم تمام، والتان هو الظل. كل وحدة من هذين النسب، كل وحدة من هذين النسب، يعني احنا في بعض الأحيان بالرياضيات نستخدم التعاريف. يعني مثلا سابقا في موضوع الاسس واللوغاريتمات استخدمنا تعريف الاسس اللي اكثر الطلاب مرات يغلطون به. يعني شلون؟ انا طلقت تعريف للاسس تعريف كانه شلون كانه جغرافيا، قلت الاسس هو عمليه ضرب الاساس في نفسه بعدد مرات الاس، وكتبت على شكل تعريف. بعض الطلاب استغرب قال استاذ انا شلون صار جغرافيا؟ نعم، في بعض الاحيان تضطر هذا الشيء. اذا طالب يقول لي 2 اس 3 6 و 3 اس 4 12 الى اخره، اضطر انه استخدم هذه التعريفات حتى ترسخ في ذهن الطالب. اذا الاس هو ضرب الاساس في نفسه بعدد مرات الاس، واكتب لها بشكل تعريف. هنا ايضا بالنسبه الى الساين والكوساين والتان نقدر نتوصل الى اخر تعريف الى ممكن يرسخ في ذهن الطالب. تعريف الساين والكوساين والتان لكل وحده من هذين النسب المثلثيه هي نسبه بين ضلعين في مثلث قائم الزاويه. يعني ساين الزاوية مثلا هي نسبة بين ضلعين في مثلث قائم الزاوية تنتمي له هذه الزاوية. نسبة بين ضلعين في مثلث قائم الزاوية تنتمي له هذه الزاوية. جيد، شنو هاي النسبة بالنسبة للساين والكوساين والتان؟ بالنسبة للساين لنفرض ناخذ أحد الزوايا مثلا ساين الزاوية سي. هنا راح نكمل على ساين الزاوية سي اللي هو راح يكون كالآتي. طبعا لكل زاوية مقابل ومجاور خاص. يعني مثلا الزاوية أي هذا هو مقابلها وهذا هو مجاورها. الزاوية سي هذا المقابل وهذا مجاور، والوتر ثابت. الوتر ثابت لأنه مقابل الزاوية القائمة. إذا الزاوية سي بالنسبة للساين هو المقابل على الوتر. الساين هو المقابل على الوتر. هنا شيء مثل يا أضلاع. المقابل شيء مثل الضلع عيني. نعم الضلع عيني. والوتر الضلع عيسي. نعم. إذن هنا راح يمثل لي الضلع اي بي على الضلع اي سي. بالنسبة إلى الكوساين هو المجاور على الوتر. المجاور على الوتر. شنو هو المجاور للزاوية سي؟ بي سي. نعم. بي سي. والوتر هو نفسه؟ اي سي. اي سي. جيد. بالنسبة إلى التان، قانون التان هو المقابل على المجاور. ناشي مثل لي؟ اي بي على الوتر. نعم اي بي. على بيسي. إذن هذه العلاقات الثلاثة اللي هي ساين كوساين تان هاي قوانينها.
الساين والكوساين بالنسبة كفكرة عامة عن طلابنا، الساين والكوساين قيمه يعني مو مفتوحة، يعني ممكن تقول أكو زاوية ساين مالت 10 و3 وسالب 5 إلى آخره، لا هو نسب محددة أو هو فترة، نعم الساين والكوساين ينتمي إلى فترة مغلقة، يعني أعلى ساين لأي زاوية في الكون هو واحد أو كوساين، طبعا أعلى ساين أو كوساين لأي زاوية هو واحد، ما عندي كوساين زاوية 2 أو ساين زاوية 3، زين أقل ساين إيش قد؟ ساين واحد. إذن الساين والكوساين قيمهن تتراوح تنتمي للفترة المغلقة من سالب واحد إلى واحد، يعني ممكن يكون الساين أو الكوساين سالب واحد أو صفر أو واحد أو الأعداد الحقيقية اللي في بينهم، يعني مو فقط الأعداد الصحيحة، ممكن يكون جذر كسر لكن شنو داخل هذه الفترة فقط، يعني ما عندي ساين يقل عن السالب واحد ولا يزيد عن الواحد، حتى يكون في معلومة خافة بيوم من الأيام طلع لي نسبة ساين يقول لك جد ساين معين طلع لي اياه مثلا فد نسبة عالية عن الواحد أو واطية عن السالب واحد، واضح الكلام؟ جيد. الآن تعرفنا على الساين وقانونه والكوساين وقانونه والظل والقمر. راح نتطرق إلى بعض العلاقات الأساسية مثل ما كتبت العنوان، أنا سأعرف اللي سوي ثلاثية الزاوية الحادة. العلاقات الأساسية اللي راح نأخذها في هذا المجال هي هنا عندنا المثلث هو شنو؟ قائم الزاوية، وكل مثلث قائم الزاوية تطبق عليه نظرية فيثاغورس. إذا هنا إذا هذا المثلث طبقت عليه نظرية فيثاغورس، طبعا نظرية فيثاغورس تقول بالنص الكلام مالتنا مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين، مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين. زين هنا راح نطبق هسه نظرية فيثاغورس، شو تقول نظرية حسب هذا اي سي تربيع، نعم يساوي لنا اي بي تربيع زائد بي سي تربيع، نعم هذا هو تطبيق نظرية فيثاغورس على هذا الضلع. طبعا ما اريد واحد يحفظ لي هذا الصيغه الحرفيه مالت الحروف، ليش؟ لانه راح يتغير بتغير الوتر او يعني عفوا بتغير النقاط، يجوز النقاط تختلف، في بعض الاحيان الطالب يحفظ هذه الصيغه، في بعض الاحيان يحددني يقول لي الزاويه قائمه في سي، مو؟ راح اخلي هنا سي راح يتغير عند الوتر وضع الى الاطراف، فاذا انا احفظ بس صيغه النظريه اللي هي مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمه. جيد هنا في هذه الحالة لو قسمنا على الوتر تربيع، يعني بس نقسم الطرفين على اي سي تربيع، شو راح نتوصل الى اي سي تربيع على اي سي تربيع راح يساوي اي بي تربيع على اي سي تربيع زائد بي سي تربيع على اي سي تربيع، قسمنا الطرفين على اي سي تربيع، شو راح نستنتج؟ اي سي تربيع على اي سي تربيع واحد يساوي اي بي تربيع على اي سي تربيع، شو يمثل لي؟ نعم ساين، نعم ساين الزاوية، ساين الزاوية شنو؟ او خلي التربيع على الساين حتى يكون ادق على التربيع، زائد البي سي تربيع على سي تربيع شو يمثل؟ كوساين الزاويه، كوساين الزاويه. اذا توصلنا الى حقيقه او علاقه رئيسيه مهمه جدا اللي هي لنفرض عندنا بشكل عام زاويه تسمى ثيتا، بشكل عام راح نقول ساين تربيع الثيتا زائد كوساين تربيع الثيتا يساوي واحد، هذه العلاقه مهمه جدا توصلنا لها من خلال الاشتقاق التالي، هذا شيء يسموه بعض المدرسين طبعا هي القاعده الذهبيه، القاعده الاساسيه، شنو فائده هذه القاعده؟ احدى فوائدها بسيطه طبعا، اذا اعطيت قيمه ساين للزاويه ممكن تطلع قيمه الكوساين، والعكس صحيح، اذا اعطيت قيمه الكوساين ممكن تطلع قيمه الساين، اذا هذه تسمى القاعده الاساسيه. قاعده شنو؟ الاساسيه. جيد، الان ناخذ الى تفصيل اخر، راح ناخذ قانون التان اللي هو عرفناه، هذا شو يساوي التان؟ هو المقابل على المجرد، هنا شو يمثل لي؟ شو يمثل لي هنا بحسب يعني الاضلاع؟ نعم اي بي على بي سي،
نحو مثل الاي بي على بي سي. جيد، لنفرض احنا هنا قسمنا على الضلع اللي هو اي سي، قسمنا طرفي النصف او عفوا الوسط المقام على الاي سي، ايش راح يصير عندي الوضع؟ كالاتي، اي بي على اي سي، بي سي على اي سي، تمام؟ على اي سي ساين. نعم مثل الساين، ساين زائد على بي سي على اي سي ايش مثل؟ إذا توصلنا إلى قانون آخر للتان، شو يساوي؟ هو قيمة الساين على قيمة الكوسين. إذا هذا القانون الآخر إلى شنو؟ التان. قانون آخر للتان. إذا الآن التان راح يكون عندي بطريقتين طلاب. الطريقة الأولى إذا التان حسب الأضلاع هو شنو؟ المقابل على المجاور. يعني إذا أنت عندك قيم الأضلاع هو المثلث، التان هو المقابل على المجاور. زين الدان اذا عندك قيمه الساين والكوساين شنو قانونه؟ هو قيمه ساين على كوساين، هو قيمه ساين على كوساين. طبعا الدان بالنسبه للساوي سي هي بشكل عام احنا نحكي ثيتا نقدر نطلق عنها، بس الدان لانه كلامنا على هذا المثلث نعطينا هذه الزاويه القسمه. لحد هنا الكلام واضح طلابنا؟ شو عرفنا هسه من هذا الدرس؟ اولا قانون الساين، قانون الكوساين، قانون الدان، ثم تعرفنا على القاعدة الأساسية المهمة جدا اللي هي مربع الساين لأي زاوية زائد مربع كوساينها يساوي لي واحد، ثم تعرفنا على قيمة القانون الثاني للتان اللي هو ساين على كوساين. بالنسبة للقاعدة الأساسية في بعض الطلاب يقول أستاذ شلون يعني معقولة مربع قيمة زائد مربع قيمة أخرى يساوي لي واحد؟ نعم. ليش معقولة؟ لأن أنا قلت لك الساين والكوساين إيش قد قيمهم؟ ها؟ لا يمكن أن تتجاوز الواحد بالموجب، والسالب واحد وين؟ اذا في كل الاحوال اذا ربعت قيمه الساين والكوساين طبعا لنفس الزاويه، طلاب هذا مهم جدا، مربع الساين والكوساين لنفس الزاويه، مربع ساين الزاويه زائد مربع كوساين يساوي ايش قد؟ واحد. واضح الان؟ اذا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه هو ملخص ما اخذناه في هذه الجزئيه. الان عندنا الموضوع الاخر هو النسب المثلثيه للزوايا الخاصة. الزوايا الخاصة يا طلاب هي الزوايا التالية 30 و 60 و 45، وسميت بالزوايا الخاصة أحد أسبابها طبعا أنه لأنه في السؤال إذا جدت هذه الزوايا لا يذكر لك قيمة ساينها وكوساينها تانا، ولا ما يطلب منك حفظها، يطلب منك ماذا؟ حفظ. طبعا طريقة الحفظ عندها طريقتين لحفظ الزوايا. الطريقة الأولى هي طريقة الجدول، نسوي الجدول التالي، مطالب الطالب أنه يحفظ النسب، هذه الزاوية 30 وعندنا الزاوية 45 وعندنا الزاوية قد 60، هذه قيمة الساين، هنا قيمة الكوساين، وهنا قيمة التان. بالنسبة لل 30 هي نصف جذر 3 على 2 و 1 على جذر 3، الكوساين ب 45 1 على جذر 2 1 على جذر 2 1، و 60 هي جذر 3 على 2 نصف جذر 3. هذا الجدول المبسط يوضح لي يعني مثلا التان شنو كوساينها كذا، ال 45 شنو التان مالته كذا الى اخره. هذه الطريقه الاولى لحفظ الزوايا الخاصه. الطريقه الثانيه هي طريقه المثلث. طريقه المثلث مثلا عندنا مثلث ال 30 و 60، مثلث راح اسوي مشترك، ولو بعض الطلاب يفضلون انه منفصل بس انا افضل انه مشترك افضل لغايه معينه، هسه راح اقول لك شنو هي الغايه. لنفرض هذه الزاويه 30 وهذه الزاويه 60، مثلث المشترك راح يكون بالنسبه التاليه 1 2 جذر 3، 1 2 جذر 3. الان اطلب منك تطلع لي ساين بطريقه المثلث. عند الزاوية 30 شنو الساين مالته؟ واحد على المقابل على الوتر، واحد حتى تربط واحد المقابل على الوتر. زين شنو كوساينها؟ المجاور على المجاور على الوتر، باع وياه اتبع باع. زين شنو التان مالته؟ المقابل على المجاور. زين نجي 60 شنو الساين مالته؟
وياي مو تتابع وياي؟ زين، شنو الكوساين؟ مجاور. جيد، وشنو التان؟ مقابل على المقابل عن المجاور جذر 3 على 1 هو جذر 3. إذن هنا نعطينا مثلث من 30 و 60 ممكن انه واحد يعني يعجب انه يحط طريقه المثلث. نجي على مثلث ال 45، مثلث الزاوية 45 طبعا عندنا راح يكون عندنا هذه، هذا هو المثلث ال 45 ساين مالته شنو؟ مقابل على الوتر. تابعوا وياي المجاور اللي هو الكوساين، والتان المقابل واحد على واحد واحد. اذا هذه طريقة اولى للحفظ، وهذه الطريقة الثانية حسب الطالب ممكن انه يحفظ عن طريق الجدول او يحفظ عن طريق شنو؟ المثلث. يعني بعض الطلاب يفضلون الجدول، والأكثرية طبعا نسبة كبيرة من الطلاب يفضلون الجدول لانه مباشر وكله واضح قدامك وقليل، وانا احب انه الطالب يستخدم المثلث. ليش؟ حتى يظل يتعلم هذني، مو الطالب اذا تعلم عن جدول يظل هذني ما ينساه دائما، مقاول على الوتر مو صحيح ولا لا؟ لكن الجدول امامك هو بشكل احصائي. الآن أريد الطالب يلاحظ ملاحظة مهمة جدا. شوف، أكو حد من الطلاب لاحظ باور؟ باور شوف باور بالنسبة ل 63 باور نسيت. شوف ساين ال 30 ايش قد؟ 10، والكوساين مال 60 1. زين، كوساين ال 30 وساين ال 60. إذا هنا لابد أنه أكو فد علاقة بين ال 30 وال 60. ليش هذا ساين يساوي هذا كوساين؟ والعكس صحيح. العلاقة هي تقول عندنا ملاحظة مهمة جدا تتعلق بالزاويتان المتتامتان. شنو الزاويتان المتتامتان؟ بنعرف الزاويتان المتتامتان هي كل زاويتين مجموعهم 90. هذني بهم في الملاحظة انه ساين الزاوية الأولى يساوي كوساين الزاوية الأخرى. والعكس صحيح. كوساين الأولى يساوي ساين الثانية. واضح؟ إذا الملاحظة ممكن نكتبها ملاحظة بالشكل الآتي. الزاويتان المتتامتان شبيهم يكون ساين احدهما يساوي كوساين الاخر. طبعا والعكس شنو؟ والعكس صحيح. يعني كوساين الاولى يساوي ساين الثاني. هاي كتبناه بشكل شنو؟ كلامي. بشكل كلامي. شلون نكتبه؟ بالصيغه الرياضيه. بالصيغه الرياضيه نفرض لدينا الزاوية ثيتا. لدينا الزاوية ثيتا، من يقول لي ايش قد متمة الزاوية ثيتا؟ حسب تعريف الزاوية متمة 90. 90 هي زاوية قائمة. ها؟ فإن متممتها ماذا؟ 90. نعم جيد، 90 ناقص ثيتا صحيح. إذا كانت الزاوية ثيتا فمتممتها شنو؟ 90 ناقص ثيتا. هنا راح اطبق هذا الكلام. باب ساين ال 90 ناقص ثيتا يساوي شنو؟ يساوي كوساين الثيتا. شوف الكلام تابع وياي. ساين الزاويه يساوي كوساين متممتها. زين، وايضا الكوساين شو يكون؟ كوساين ناقص ثيتا. شو يساوي؟ ساين الزاويه. اذا هذه العلاقه المهمه اللي تربط بين الزاويتان شنو؟ المتتامتان. ساين احدهما يساوي كوساين الاخر، والعكس ايضا صحيح. والعكس ايضا صحيح. من عنده سؤال لحد من الطلاب؟ اكو سؤال لحد منا؟ جيد. الان عندنا موضوع جدا مهم، وهو موضوع دائرة الوحدة والنقطة المثلثة. دائرة الوحدة والنقطة المثلثية. شنو معنى دائرة الوحدة وشنو معنى النقطة المثلثية وشنو نقطة موضوعنا؟ أولا التعريف العام لدائرة الوحدة هو هي دائرة مركزها نقطة الأصل. يعني إيش قال؟ ها؟ صفر صفر, صفر. نعم. ونصف قطرها وحدة واحدة. نصف قطرها ماذا؟ نقطة. العفو، وحدة واحدة. إذن مركزها دائرة الوحدة يكون مركزها نقطة الأصل اللي هي جد صفر صفر، ونصف قطرها وحدة واحدة.
ما أقول سنتيمتر ومدري شنو هذا المعنى بشكل عام واحدة واحدة. جيد الآن إذا نرسم في الرسم توضيحي إلى دائرة الوحدة شوي راح نكبر راح هذا مثلاً راح نقول هذه وحدة واحدة وهذه واحدة وهذه واحدة طبعاً كل الأطراف في وحدة واحدة راح نرسم الشكل التوضيحي لدائرة الوحدة هذا هو الشكل التوضيحي لدائرة الوحدة. إذا حتى لا يفترض عندي الرسم راح أمسح هذه بس أنت راح يكون عندك واضح شوف طلع منا لحد هنا ايش قد وحدة واحدة ومنها لحد هنا ايش قد كذلك ان كل الاطراف لانه نصف القطر ثابت في الدائره الواحده طبعا نصف القطر في الدائره الواحده ثابت فاذا كل الاطراف ونصف القطر وحده واحده تبني هنا بشكل جيد. احنا اخذنا مفهوم الزاويه الموجهه بالوضع القياسي الزاويه الموجهه بالوضع القياسي طبعا في بدايه الفصل لانه احنا ما نقدر ناخذ كل الفصل الرابع بس بدايه الفصل الرابع كان عندي موضوع الزاويه الموجهه بالوضع القياسي وهي تعريفها هي الزاويه التي رأسها يعني رأس الزاوية هو نقطة الأصل بعد شنو؟ ضلعها الابتدائي يقع على الجزء الموجب لمحور السينات ضلعها الابتدائي يقع على الجزء الموجب لمحور السينات إذن هذا هو الضلع الابتدائي للزاوية لنفرض الزاوية عندنا هذا ضلعها النهائي هذا الضلع النهائي للزاوية شوف هذا الضلع الابتدائي وهذا رأسها على نقطة الأصل وهذا الضلع شنو؟ النهائي هذه الزاوية الموجهة للوضع القياسي راح تقطع دائرة الوحدة بيش تقطعها؟ بمستقيم؟ بقطعة مستقيم؟ بيش تقطعها؟ يعني سأسألك سؤال هذا شعاع ولا لا؟ بيش يقطع الدائرة؟ ها؟ نعم؟ بنقطة أكيد؟ طبعاً الشعاع يقطع الدائرة بنقطة إذا هذا راح يقطع الدائرة بهذه النقطة زين هذه النقطة اللي راح نسميها نقطة مثلثية طبعاً هذه النقطة شنو احداثياتها يا طلاب؟ احداثيات النقطة شنو؟ هو يعني. طبعا احداثياتي ترى راح تسقط مسقط من هنا عمودي راح تسقط من مسقط من هنا صح ولا لا؟ هذا المسقط شنو يمثل لي؟ من هنا يمثل احداث السيني ويا لا شباب واو هذا المسقط اللي سقطته من هنا شنو يمثل؟ يمثل احداث سين النقطة وهذا المسقط شنو يمثل؟ صالح طبعا احتياجي فلان هو النقطة راح تكون عندك اكس اكس واي كل نقطة بنظام احداثي هي شنو اكس وواي واضح ولا لا؟ جيد الان راح يكون عندي هذا الاكس مالت النقطة وهذا شنو؟ هذا الواي صح ولا لا؟ زين سؤال اسالك سؤال لا راح نسال سؤال هذا هو الاكس وهذا هو الواي. سؤال هذه المسافه اللي منا خلينا نسميها مثلا او واي خلينا نسميها مثلا اي كمثال نقطه. او اي ايش قيمته؟ ليش؟ جيد جدا نعم جيد جدا اكيد انه قياس الاو اي هو واحد ليش؟ لان نصف قطر دائره الوحده. نصف قطر دائره الوحده. هذا الاو اي هو قيمته واحد لنصف قطر دائره الوحده. زين الان يا شباب راح نشتغل على الساين والكوس. أريد ساين الزاوية وكوساين الزاوية. يا. إيش قد الساين؟ حسب المعلومات اللي أمامك. واي على واحد. نعم. نعم. واي على واحد. جيد. شوف واحد. المقابل على الوتر. ويا له ولا؟ زين. إيش قد الكوساين؟ المجاور على الوتر. صح ولا؟ إذا من هذا نستنتج أنه الساين ثيتا هو قيمة الواي. الأحداث الصحيحة. وكوساين الثيتا قيمة الاكس صح ولا لا؟ إذن النقطة المثلثية يا شباب النقطة المثلثية شنو احداثياتها؟ حسب فهمك جيد كوساين الزاوية ساين الزاوية تمام؟ إذن النقطة المثلثية احداثياتها هي كوساين الزاوية وساين الزاوية الآن إذا أعطيتك نقطة مثلثية لازم تقدر تطلع لي الزاويه مالتها. اذا اعطيتك نقطه مثلثيه مثلا اسال سؤال. عندنا نقطه مثلثيه نصف جذر 3 على 2 شنو زاويتها؟ اسال تبع النقطه المثلثيه التالي حتى في شوي على يكون عندك تفاعل وياي تثبت لي انه انت منتبه نصف جذر 3 على 2 هاي نقطه شنو هي؟ مثلثيه. يلا هسه تقارن هنا وهنا. وطلع لي الزاوية 60 نعم ليش قلت 60؟
نعم كوساين يعني كوساين 60 واحد على 2 بقى هذا شيء عبر عن شنو هذا 60 هسه الان استذكر وياي استذكر وياي او ليش تستذكر وياي كله قدامك امامك قدامك لو لا ارجع وياي الجدول يا زاويه ساينها جذر 3 على 2 كوساين اصل 60 اذا هذا هو 60 شوف بالك الساين جذر 3 على 2 والكوساين هو نصف إذن هاي تابعة النقطة تابعة للزاوية 60 هذا فتشي يعني فت مثال تطبيقي على فائدة النقطة المثلثية واضح؟ إذن بما أنه الساين جذر 3 والكوساين تابعة للزاوية 60 إذن هذه النقطة المثلثية للزاوية 60 دائما الإحداث السيني شي عبر؟ عن؟ كوساين والإحداث الصادي؟ جيد الآن يا شباب راح نيجي الى تطبيق مهم جدا لدائره الوحده والنقطه المثلثيه جدا مهم هذا التطبيق التطبيق المتعلق بزوايا المحور زوايا المحاور عندنا هذه دائره الوحده نفرض انها هاي دائره الوحده اسال سؤال هذا الزاويه شو قيمتها صفر نعم صفر وهذه عين جيد وهذه يوتيوب الان راح اطبق تطبيق مباشر نقطه الوحده على النقطة المثلثية على زاوية المحور. أسأل سؤال طلابي. لنفرض أنه هذه هي دائرة الوحدة. هذه النقطة إيش قيمتها؟ واحد. هذه 1-0 أكيد. ليش 1-0؟ لأنه الإحداث السيني مالتها إيش قد؟ 1 جواب دائرة الوحدة. وإحداث الصادي ما عندي لا صعود ولا نزول فهو 0. جيد. الآن هذه النقطة إيش قد؟ 0-1. جيد جدا. نعم. إحداث السيني مالتها 0 لا يسار ولا يمين. يعني تحرك اليسار اليمين لكن عندي تحرك بالوال بقيمة واحد زين هنا هذا النقطة واحد جيد جدا سالب واحد شبابنا بالنسبة إلى منهجكم بالرابع العلمي نعطيك المستوي الأعلى من الجزء الأعلى من المحور السيني نعطيك الزاوية 0 و90 و180 بالخامس العلمي راح يكمل لك 270 و360 لكن المشكلة أنه في المنهج لما تصعد للصف الفصل الخامس راح تحتاج 270 و360 تحتاجه مو صحيح ولا فاذا يجب ان نتوسع لك يعني نضطر نتوسع نجي على الزاويه هذا ايش قد من يقول لي 270 ايش قد هذا النقطه اللي تلاقيها؟ زين صباح عندنا مشكله عين النقاط طبعا شبابنا هذه النقطه المثلثيه تمثل الزاويه وهذه جيد وهذه النقطة أيضا تمثل الزاوية جيد جدا ليش يعني كملت الزاوية دورة كاملة صحيح 360 الآن شنو فائدة؟ عسل سؤال من يقول لي ايش قد كوساين 180؟ كوساين سالب 1 ليش؟ جيد جدا إذا هذا هو الفائدة هذه فائدة النقطة المثلثية وهذه مسألة مهمة جدا من خلال النقطة المثلثية راح نتعرف على الإحداث السيني النقطة هو كوساين الزاوية الإحداث الصادي ساين الزاوية إذا راح أعرف أنه الصفر هو ساين الصفر كوساين 1 90 ساين 1 كوساين 180 ساين الصفر كوساين سالب 1 270 ساين سالب 1 وكذلك 263 تابعة للنقطة المثلثية نفس الصفر جدا أنا ما أشجع الطالب أنه يحفظ النسب المثلثية للزوايا الخمسة اللي أمامك زوايا المحور على جدول. ليش؟ مين يقول لي شنو السبب؟ ليش؟ شنو السبب؟ السبب لأن جميع النسب إيش قال؟ صفر واحد سالب واحد. أكو قالها؟ فأنت لما تحفظ عن طريق الجدول راح تفترض عندك الأمور. لكن هذا ما تفترض عندك. فما احبذ انه الطالب يحفظ النسب المثلثيه ل 90 و0 و200 عن طريق الجدول مو يسوي لها جدول ابدا الا على النقطه المثلثيه انا جاب لي 180 ما احفظها بجدول اجي هسه ارسم النقطه المثلثيه ايش قد سالب 1-0 اعرف ساين وكوساين ايش قد بالمناسبه التان طلابنا التان شلون يستخرج التان؟ راس القسم ساين على كوساين لذلك وياي باي 1-0 ايش قد التان مالته؟ 0 على 1 جيد كذلك ال 180 تان نفس الشيء، ال 360 نفس الشيء، لكن هنا الملاحظة ايش قد التان مالت 90؟ ما أعرفها. إذا التان 90 وتان 270 غير معروف، عندنا قاعدة بالرياضيات تقول صفر على كمية؟ كمية على صفر؟ غير معروف.
قاعدة الرياضيات تقول صفر على كمية صفر وكمية على صفر، لذلك تان التسعين اللي هو المحور واي، تان المحور واي يكون غير معرف التسعين واثنين وسبعين، لكن صفر وثلاثة وستين مية وثمانين تان صفر حسب قسمة السان على الكوساين. أكو سؤال لحد هنا طلابنا؟ جد الزاوية التي تمثلها النقطة المثلثية أو النقاط المثلثية التالية، أجزاء كل واحدة من النقاط التالية. كل واحد اللي طلع. نعم تفضل استاذ. الزاوية الأولى. لا تفضل تفضل تماما. أنا بدك تكتب الزاوية شنو هي وليش اخترت هذه الزاوية، شنو السبب؟ استاذ الزاوية الأولى. نعم اكتب الزاوية. لا أمام الزاوية. نعم 45 وتذكر السبب. جيد جدا. يقول لأنه إحنا عدة زين زين وين وين مسار وين كوساين مسار. جيد جدا. يقول بما أن الإحداثي الصادي اللي هو واي واحد على جذر اثنين مثل الساين قيمته واحد على جذر اثنين، والإحداث السيني قيمته واحد على جذر اثنين مثل الكوساين، إذا هذه مثل الزاوية 45. النقطة الثانية. نعم بالنص فقط. ليش ثلاثين؟ يقول الساين ناطن ياه بالنقطة المثلثين نصف، والكوساين جذر تان الاثنين، وهذه الاحداث هذه النسب تمثل الزاوية ثلاثين. جيد أشكرك. النقطة الثالثة. نعم تفضل. يا زاوية ليش 72 اختارتها؟ حسب النقطة المثلثية اللي تعرفنا عليها من خلال إذا سمناها النظام الإحداثي أنه دائما الساين إذا كان سالب واحد والكوساين كان صفر فالزاوية هي 270. أنا أشكرك جيد جدا.